صوتك كده تاني صوتك ها شوفوا ده اجيو صافي اجيو هنا خويا اجي هنا تما عندي الشمس ضربات الشمس ما غاديش يجيني التصوير مزيان اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تي في مرحبا بكم مباشره من مدينه خريبكه وحنا كنتواجدوا في مقبره العمريات تتشوفوا معنا الطلبه اللي كيقراو القران وكيديروا الدعاء هنا للموتى المسلمين اليوم في صرخه مشاهدي قناه شوف تي في وتيقولوا بان كاين شي واحد كيجي كيتهدد عليهم وتياخذ لهم رزقهم خليكم معانا نشوفوا خوتي شنو واقع لان النداء ديالهم للمسؤولين كيطالبوا باش انهم يديروا ليهم شي حل حسوا بالحقره وخايفين على رؤوسهم لانه لو كيتهددوا بالحياه ديالهم خليكم معانا مرحبا بكم تفضل سيدي احكي لنا اشنو اللي واقع استاذ هذاك السيد انا النهار كان هنا في الروضه في هذه كورونا طيح طيح لي السنة ثلاث مرات هو كيضربني هذاك السيد ثلاث مرات واش هو تيجي غير يزور هنا ولا ولا حتى هو كان هنا كان هنا ايامات كورونا كان هنا اشنو كيدير؟ كان هنا كان هنا كيشد الفلوس خلى هذاك كيشد 4000 5000 كيضربها لجيبو يعطيه 2000 و2000 كيشدها ويضربها لجيبو واحد السيد ودابا هاد الايامات انا حاليا حال البارح الاولى هذه عمرها 3 ايام ولا 4 ايام مشيت انا معروض تما كاين في واحد الصدقه ديال واحد السيد واحد الوفاه ديال واحد الانسان وتبعني بالطوموبيل الخضراء ديالو بغى يخطفني قال لي تكبزز بغى يديني الحلف في شمت مور ولا في شبير فيك حلف فويم قال لي والو والو قال لي تمشي وصافي قال هذا خينا اللي معاه كاين تبي تقول بان هذاك راه وزير الاوقاف حنا عندنا وزير الاوقاف في الرباط تولى عندنا وزير الاوقاف خريبكة يعني كنتي غادي تعرض للاختطاف كنت غادي نختطاف طارهم بجوج هو ذاك السيد ولكن علاش؟ عاكوا قال لك عندي عداوه لان نهار كان دار الصداع الغوص مشينا حنا كنا مشينا كنتي ديكلاريت بينا في الجامعه تاعت ولاد عبد الوهاب قال لك علاش انا بيني وبينك عداوه راه كان حدايا واحد تقول الحاج عبد السلام باركين في الطبسيل كناكل وكياكلوا الناس وكيتغامز عليا ويضحك عليا هذاك السيد يعني هو اللي فهمنا دابا من كلامك هو انه كان حتى هو مع الطلبه هنايا معاكم كان معنا قرا معاكم القران ايه هو ما قلت طالب ما قلت طالب بعدا داخل بك الحرفة داخل بها عشوائيه ما عنده هو حافظ القران ما حافظش ما حافظش ما حافظش عاوكاكين شلاه بي هذاك السيد شلاه بي هذاك السيد شبار كان ما تبطالي شبار سمعتي قال لك انا كنت خوان كنت شبار كنت لص برا وجا لهنا دابا صاحبي قال غادي اش ندير غادي ندخل مع الطلبه صاحبي دوك الناس تمسك الكبار وكيحسبوا كيخافوا الله كيتقوا الله قال هنا ندخل العمليات ملي جا هنا سقط انا ثلاث مرات هنا راه انا طيح لي السنه ها هي طايحه طيح لي السنه وبارح الاولى حضرت في العشاء قال لي ترك عدويا ترك عدويا تمام مزيان قال لي تبعني بالطوب مشيت انا حدا الجامع ديال الجامع العتيق ديال البيوت درت انا مع الطريق انا قلبت على الطريق تبعني بطوموبيلته كان بغى ينزل ليا كاع بغى يديني الصحاب بغى يخطبني وانا ما عنديش فيه الثقه تيبغى يلوح نمشي بالتمر ولا يلوح نمشي بير يلا يعني ما عنديش انت كتقول بانك تحس دابا بالخطر انت الخطر اي ولا كيهددنا ذاك السيد بالقتل بالوفاه كان بغى يخطبني انا عندي فيه ثقه قال لي ترك عدويا لان كنت انا في العامريات دابز معنا ثلاث مرات وحيت ثلاث ايام سنه في العامريات ايامات كورونا اطلب ما كاع في روسيا حاضرين من اللي ضرب يلا هان حاضرين ضارين بزاف ضارين مع جدهم بزاف اقسم بالله العظيم الا انت عندي فيها صوتني شحال من خضره انت بوفات انا ومن علم الحق وصفار وقمار انت الدار تسيد كاع والنامس القاري في الروضة تاع سيد عبد الخالق وجايب طوموبيل بالخرشية وهرب فيه ولا باغي يضرب عليه وهرب فيه وهرب فيه قلت لي منك لله قرب با الميكرو يعني دابا انتم كتخرجوا وخايفين على حياتكم اي دابا الانسان قد وايدين قلت لي اقسم بالله العظيم الا متعدي فينا وياكلنا رزقنا ومثابنا لنا الحق وسوقتنا وما تربش ناس عندهم 50 عام وما صرفش والله واش 50 عام باش كطالبوا با دابا باش كطالبوا اش نطلبوا يبعد من كتطلب كتسمع عقوبه هذاك صارم هذاك السيد ظالم
ظالم ظالم. وجاو عندي وجابوا الموتور بجوج وجاو عندي وطر الدار وهجموا عليا. هجموا عليك حتى للدار؟ هجموا عليا حتى للدار. وانا ما داير لا بيدي لا برجليا. هاني في وسط الطلبه. يعني السبب هو علاش انتم ما قبلتوش؟ بعد من بعد منا كيسوقوا الطلبه هنا تصوتنا وتيمن معنا الحق وتاكلنا رزقنا وتعيرنا بوكم نمتوا كلاب نتوما برانين نتوما يهود نتوما اشخاص في بلادنا. ولكن انتوما شحال هذه وانتوما هنايا؟ ثلاث عام واربعين عام. وهو شحال امتى جا؟ قريب قريب كاع عام كورونا. وعلاش قبلتوا معاكم؟ ما قبلناش. قال لي صيفطنا واحد كان قال لي صيفطنا واحد عند عند الجماعة قال لي سيدي تهلا في هذا الخير وهو ماشي في خير. درنا وحنا درنا على وجه الرئيس درنا على وجهه هو لانه صيفطو هو درنا على وجهه هو ماشي وجهه هو الاخر. ولكن بدي صيفطو الرئيس حنا ما قدرناش نقول الكلمه للرئيس حنا شرفنا كلامه ولكن تعذبنا في ظلم وعدما ما نسمحوا لا في الدنيا ولا في الاخره. تفضل اختي. كان معدي هالسيدة قرب الميكرو عندك. هالسيدة اختي كان معدينا بزاف معدينا بزاف كان كيظلم علينا وظلم على الطلبة كبار منهم سنا مساكن كاين اللي عنده 40 عام كاين اللي عنده 30 في العام في هنا في المقبرة مسكين كي خويا دويتو وقال مسكين مع عجب وجهه ديالو الصحة ديالو كاع الطلبة كيتعدى عليهم وظلم عليهم ودير الفلوس ديالهم كاع والحقوق ديالهم. درتو به شكايه؟ اه درتو به شكايه حيدوه من هنا؟ حيدوه من هنا ما حيدوه من هنا. دابا ملي حيدوه من هنا وليتو نتوما كتعرضوا للتهديد؟ التهديد في الليل الله يسوق واحد طوموبيل وهو عاجبه صحته ربما الله يسري ربما يسري يتعدى على شي واحد يقتلو ولا شي حاجه. وهاد الناس كاع كلهم عندهم ولياتهم كاع كاملين لا واحد ما كاين عنده اربعه نفوس كاين عنده سته كاين عنده سبعه وكيهددنا باللي بالطوموبيل ديالو ما تعاجبه صحته ولا الجهد ديالو عن الله. هو صغير عليكم مازال وعاجب الجهد ديالو الصحه ديالو 30 40 45. وشنو باش كطلبوا با دابا؟ وكنطلبوا دابا من حقنا باش باش يبعد لنا كاع هذا قول هذه التهديدات هذه ولات كتخوف. هو شنو خطر على الانسان بحال مجرم ولا مجرم بوصف ما كيخافش الله ما كيخافش الا متمش واحد ولا بحال رئيس العصابات ما كيخافش من الله. انت ضربك عمرو ضربك شي واحد ضربني قدام الطلبه شحال من غرق ماشي عارف من ولا جات يعني كتشوفوا براسك انت في هذا السن هذا كل العصا وحنا دابا معدين 60 عام والله العظيم كنت على سبعة نفوس والانسان يتعدى عليك واحد مسكين ما بقات عنده حتى حق ويتعدى عليه والله ديما خلق اختي هادي ماشي نضرب اللي داس الشمال شتا هادي انت ضربك تو مسكين شاف هذا ضرب ليه هنايا خرب باش في الميكرو هذا هجم عليا هنايا هجم عليا هنايا هنايا كيطردني من هنا كيجبر لي كنقرا عليه كيطردني من هنايا كيطردني من هنايا وجاب عليا السيد هنايا قدامه ضرب لي هنايا جبر لي من هنايا ودفع لي ودفع لي هايده وكيجري عليا كيقول لي سير بحالك من هنايا ما تبقاش هنايا عدة مرات كيجي كيجبر هنايا كيقول لي خصك فوق ما تجيش واحد تقرا خصك تخلي لي حقي يقرا معاك خلي لي حقي الحق ديالي انا وياك قسمو انا وياك قسم معايا ولا خرج بحالك كتجي شي جنازه هناك يقول لي سير بحالك هذه انا غنقرا عليها مشي بحالك انت مشي بحالك وصل هذيك امشي سير بحالها تو كيضربني وكيضربك كيضربني يعني اما تعطيه الفلوس اما تعطيه اما اعطيه الفلوس اما يضربني. ومن بعد ما مشى من هنايا واش باقي كيهددك؟ لا ما عمري ما عمرك انت تلاقيتي معاه من بعد؟ ما التقيتش من ذاك الساعه ما التقيتش انا هددني نعم جبت لي الخوف انت هددك وجاب طوموبيلة قرب با الميكرو جاب طوموبيلة وغانا ويا والله تعالى قلت لي قتلنا قتلني قتلني وانا نصحي تما شفت عيا وزاد على صمويندو وخلص موتوريز يعني كينتقم منكم علاش نتوما خرجتوه من هنا وعلاش درتو به ما طربش تيخونا ما طربش ما طربش ما حبش القران وما طربش وشفار وقمار ودافع القوه ديالو وصل الله وانا صابنا ذعابه وتتبع لي الظلم وعلا ما نسمح لها بالدنيا ولا بالاخره. باقي شي حد هنا اللي تعرض للتهديد ولا للضرب
يعني نتوما غير كنتو من الناس اللي كنتو معاه قبل هنايا. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، حنا كنتواجدوا في مقبره العمريات فين كيتواجدوا هاد الطلبه اللي كيقراوا القران هنا في المقبره ديال المسلمين وعلى موتى المسلمين، اللي اليوم تيقولوا باننا ولينا كنحسوا بخطر، اللي اليوم تيقولوا بان كان واحد الشخص جا يعني في بدايه كورونا دخل قال لهم حتى انا غادي نبدا نقرا معاكم القران هنايا وناخذ حتى انايا داكشي اللي قسم الله من عند الناس اللي تيجيو هنا يزوروا الاحباب والاهل ديالهم. ولكن مشاهدي قناه شفتي هما تيقولوا اصلا هو ما قاريش القران، ما حافظش القران بحالنا، حنا رجال كبار ويعني وقدام هنايا. قلنا ماشي مشكل، استقبلناه بقى معانا، ولكن كيقولوا هو يعني حنا رجال كبار مسنين، استعرض الصحه ديالو علينا ولا كيفرض علينا شي حوايج. مثلا جا شي واحد عطاهم مثال كما قال قبيله با الحاج 200 درهم، ياخذ هو 100 درهم ويعطيهم 100 درهم يقسموها هما كاملين. ولا الا جات شي حد كيقول لهم قرا واعطيني حقي انايا واخا ما يكونش هو حاضر، ولا تياخذ ليهم يعني رزقهم ومن بعد يعني ولا كيضربهم اللي ما باغيش يعطيه يضربه يعني، ولا كيستعرض على حسب القول ديالهم الصحه ديالو عليهم، ولا كيشكل عليهم خطر هنايا. هما جايين باش غيديروا شي حاجه في سبيل الله، واللي بغى يعطيهم شي حاجه في سبيل الله كل واحد كيجري على وليداته على عائلته، يعني ما كيتشرطوا على حد. هما تيقراوا القران وانت ملي كتجي تزور الاهل والاحباب كدير ديك الصدقه للاهل والاحباب ديالك، كتعطيها لهاد الناس اللي هما طلبه واللي هما حاملين كتاب الله، وكتنويها انت صدقه في سبيل الله، وتا هما كيولي عندهم واحد المدخول لوليداتهم. ولكن ملي جا هاد السيد حرر عليهم المعيشه هنايا والضرب والجرح، داروا به شكايه. ملي داروا به شكايه اكيد رجال الدرك الملكي تاخذوا الاجراءات ضده وحيدوه من هنا. ملي حيدوه من هنا حسب يعني التصريحات ديالهم، ولاو الطلبه ملي كيكونوا خارجين في المدينه ولا خارجين غادي لديورهم ولاو كيتعرضوا للتهديد، هو تيكون في السياره ديالهم ديالو وتيهددهم بحال كما قال با الحاج. كان هاد الايام امتى كنتي غتعرض للاختطاف؟ هادي ما ثلاث ايام ولا اربع ايام. ثلاث ايام ولا اربع ايام؟ فين كنتي انت؟ قرب الميكرو. كنت انا عند واحد الناس جيت الكليه تما، كاين جيت المسجد العتيق ديال البيوت معروض عند شي ناس، كان متوفى واحد السيد. واحد شويه ملي خرجنا بقينا سجينا ما تعشينا عندو، كانت كانت معروض عندهم. كان حتى هو؟ كان حتى هو. كان حتى هو كان معايا. بارك يغمز عليا ورمز عليا ويضحك ويتفرقع فوق السدارج. ملي خرجنا خرجنا من عندوك الناس قلنا الله يخلف، تميت غادي انا مع الطريق. الوقت اللي خرجت هو خاصو يمشي، كان واحد الشارع من الكليه غادي للمسجد العتيق ديال البيوت. انا ملي خسر معايا صوري سجبال في الهضره، غير نخرجوا من الدار مع الناس، تميت غادي كيما عويت على الطريق. واحد شويه وقت الطوموبيل كيما هو دار هو يتبعني، وقفنا قدام واحد الدار تما، قلنا تما داو مع ذاك صاحبو اللي معاه، ذاك كيمثلو هو وزير الاوقاف. كيقول لك هذا راه وزير الاوقاف. وزير الاوقاف فيه دي وزير الاوقاف معانا هنا، وزير الاوقاف كيتصنت كاين هنا. ها هو ها هو ها وزير الاوقاف عندنا حنا. انا صحابو توفيق تاع وزير الاوقاف دايرو هو وزير الاوقاف ديال الخروج ماشي ديال الرباط. سمعتي؟ تبعني بالطوموبيل قال لي غنزل ليه، قال تعال تركب، قلت له خويا سير بعد مني، قالك تراك عدويا تراك ما مزيانش. يعني تسرع قالها لك نيت مباشرة، قال لي ملا بغا نخرجو قال لي ما مزيانش هذاك السيد، قال لي قدام الطلبة كنا حنا ثمانية الطلبة، قال لي هذاك السيد ما مزيانش. باش تمشي خو مزيان دخلت القلب ديالي انا عرفتي مزيان. الوقت اللي خرجنا خرجنا خلاك تبعني، تمينا غاديين كيما كون مع الزنقة مع الشارع تتبعني بطوموبيل، وكنا قدام واحد الدار. السيد ما صار متشادو معاك يا ودي سير في حالاتك، انا راه محل الله بيني وبينك، ما قاتل لي ابويا ما قاتل لك بوك، سير بعد مني سير بعد مني. قال لك والدتك معنا، وانا عاد شفت ثقة بجوج، لا وزير الاوقاف ولا هو مربانا غادي يشيلو حنا في بير ولا احنا بمطمور لا احنا كنعلفو مشات فقرا. شفت عاد خلات هذاك عاد مشى عبز قال لي غنزل ليه وزير الاوقاف، قال لي سوق سوق سير في حالاتك سير في حالاتك. كيفاش هذاك وزير الاوقاف ديالو كيسمع منه الحاسمين هذا طوموبيل خضراء تبعوني بالتكليله كاع اللي نجري بخرج خايف منه. قلت كون قعدت تلاقيت ما غندير معاه شي حاجه، ولكن صافي الله تعالى وجيت بحالتي. هذا هو يعني انت ترك عدويا، قلت ترك عدويا، قلت يعني صرحت بها ساقطني ثلاث مرات وهدم لي السنا عباد الله وسكت. حاضر غير داك السنا ها هو حاضر السنا تهدمت لي هذه ها وصبرت يا حاجه صبرت والله الا صبرت. ها اما كاع حاضر ما كاع فروت نطلبها. عدو الصحة كيقول راسو هو فرعون وكيقتل الأطفال الأبرياء هذاك الشيء. نعم نطلبوا الله سبحانه وتعالى الصوت ديالكم يوصل للمسؤولين
ويتاخذوا الاجراءات يعني ضد هذا السيد هذا اللي ولا تيشكل خطر عليكم. وقبل ما ننهيو المباشر معنا طلبه وما يمكنش نخرجوا من مقبره العمريات بلا ما يديروا لنا طلبه واحد الدعاء لموتى المسلمين فين ما كانوا خوتي. وتحيه لكم الطلبه لان هاد الناس خوتي ناس كل واحد الظروف ديالو، الناس ما كتشرطش، ناس كاينه هنا في مقبره العمريات اللي بغى يتصدق عليهم بشي حاجه كيقولوا بسم الله، اللي عنده كياخذوا عنده اللي ما عندوش الله يسهل. واليوم خوتي غادي يديروا لنا واحد الدعاء لكل موتى المسلمين مشاهدينا. اجي شويه هنايا على حسب الشمس، تفضل ابقى. اولا وقبل كل شيء كنشكروا بعدا الاخوان جميعا، لان احنا القران اولا كنقراوه لله. نعم. في سبيل الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. لان اللي متعلق بلا ربي لا اله الا محمد رسول الله، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد، احنا كنقراو فيه لله في سبيل الله. والطلبه نطلبوا الله تبارك وتعالى الله يالف ما بين قلوبهم، اللهم امين. ونطلبوا الله تبارك وتعالى هذه الامواج جميعا الله يواليهم برحمه الله، اللهم امين. وهاد الناس المسؤولين اللي نطلبوا الله نطلبوا الله تبارك وتعالى المرحومين الله يواليهم برحمة الله، اللهم امين. وطالب الله يعز اهل القران، اللهم امين. ونطلبوا الله تبارك وتعالى الله يجمعنا واياكم في رحمة الله، اللهم امين. ونطلبوا الله تعالى يوم الجمعه عيد المؤمن خطبه في السماء وخطبه في الارض، الله يرحم هذه الأمواج جميعا، اللهم أمين. والله يجعل هذه البلد آمنا مطمئنا، اللهم أمين. لأن هذا بلد المغرب، بلد أهل القرآن، وبلد الأمن، وبلد الحق، وبلد القانون، اللهم أمين. نطلب الله تبارك وتعالى الله يجمعنا في رحمة الله، اللهم أمين. ونطلب الله تبارك وتعالى هذا القرآن اللي كنقراو الطلبة كاملين كنديروا جميع الدعاء لا 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 الأموات المسلمين في جميع الأقطار. نطلبوا الله تبارك وتعالى الله يواليهم برحمة الله، اللهم أمين. ونطلبوا الله تبارك وتعالى الله يجعلنا في رحمة الله، وأنتم الله عشر خطواتكم ويثبت حسناتكم، ويجعل هذا العمل لله في سبيل الله. وهذه راه كتسموا سمعتوا الطلبة كل واحد شنو كيقول، لا إله إلا محمد رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله بألف خير، وكنتمناو إن شاء الله نسمعوا لكم غير الخير، والله يوفقكم لكل ما فيه خير. ونتمنى يعني تدخل المسؤولين ورجال الأمن يعني باش يترفع عليكم هذا الضرر، لأن هنا تيقولوا ولينا كنتعرضوا للخطر، ولينا خايفين من الاختطاف، ولينا خايفين من الانتقام من شخص يعني ديجا دايرين به شكاية، وديجا أنهم يعني رجال الدرك الملكي خداو الإجراءات ضده وحيدوه من هنايا. ولكن تيقولوا بأن من اللي داروا هذيك الشكايه ولا كي يبغي ينتقم منهم، حيث داروا شهدوا ضده وخرجوه من مقبره العمريات. الله يتويكم والله يوفقكم والله يعاونكم، وشكرا لكم، تحيه لكم. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في كنجيو لنهايه هذا البث المباشر من مدينه خريبكه، بالضبط من مقبره العمريات. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.